تم اليوم الجمعة بمقضي ولاية جهة مذاكوش أسفي تسليم سيارات إسعاف مجهزة لفائدة جماعة مذاكوش وبعض الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه السيارات التي تم اقتناؤها برسم سنة 2017 والتي تم تسليمها بحضور والي الجهة بالنيابة السيد محمد صبري 4,250,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 1,517,000 درهم، واستفاد منها كل من جماعة مذاكوش بثلاث سيارات إسعاف، والمركب الاجتماعي دار البر والإحسان بسيارة واحدة، ومركز العلاجات الأولية بحي الملاح بسيارة إسعاف واحدة، ثم سيارة للنقل المدرسي لفائدة جمعية صلة وصل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت هناك تقديم الحصيلة ديال الإنجازات، كان مجموعة المشاريع التي تهم يعني الجانب الرياضي خاصة خلال المنتزهات الرياضية، وكذلك القاعات المغطاة وملاعب القرب، كذلك كاين هناك الجانب الصحي من خلال تأهيل مجموعة من المراكز الصحية، كذلك مركز سيدي يوسف بن علي لتصفية الكلي، إضافة كذلك إلى مجموعة من المكتبات خاصة مكتبة سيدي يوسف بن علي ومكتبة النخيل. يعني كانت الاجتماع يعني خلاصة انه يجب مضاعفة الجهود باش ان هاد المشاريع يعني يتم تنفيذها في اقرب الاجل باش يمكن لها توصل للغاية المرجولة منها، اللي هي ان الساكنة المستفيدة والمستهدفة ان تستفيد من هاد المنشآت والمرافق. هذه مشاريع تدخل في 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 محاربة الاقصاء الاجتماعي، هذا هو الهدف الرئيسي الكبير ديال المبادرة. ولذلك هذه البنيات كلها اللي ذكرنا عليها ثقافية ريادية الى اخره، انها تكون يعني قريبة من المواطنين وكتخرج واحد العدد ديال الناس من تهميش ومن يعني التسكع في الشوارع وكذا الى اخره وشغل، فهذه اهميه كبيره. بالنسبه للسيارات الاسعاف طبعا هي واحد الحاجه ماسه وخدمه للساكنه كيحتاجوها في كل وقت، خاصه الاموات ديالهم في المرضى ديالهم خيري المعوقين كذلك يعني ذهنيا خداو تاهما سياره ديال الاسعاف، اذا هذه راه خدمه مهمه جدا تقدمها المبادره للمواطنين. وخلال هذا الاجتماع دعا والي جهة مذاكوش أسفي بالنيابة جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهد كل من موقع مسؤوليته من أجل تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة الهادفة إلى تقديم خدمات اجتماعية للفئات المستهدفة.